برضه من ضمن الاخبار المهمه انفانتينو يهنئ النادي الاهلي بالحصول على بطوله الدوري. انفانتينو طبعا جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم من النادي الاهلي هنأ النادي الاهلي بمناسبه فوز الفريق الاول لكره القدم بطوله الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. ووجه انفانتينو تهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين على ما حققوه من انجاز بالاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي. وفعلا النادي الاهلي عمل انجاز كبير جدا جدا، وخص رئيس الاتحاد الدولي مجلس اداره النادي الاهلي بالتهنئه والشكر على دوره في نشر الرساله الايجابيه لكره القدم وتعزيز قيمه اللعبه التي توحد كل شعوب العالم. قال كمان انفانتينو في خطابه: سعدت بتتويج النادي الاهلي وبطوله الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطوله الدوري على التوالي، وهذا بلا شك نتيجه مجهود عمل شاق وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الانجاز العظيم. يعني كلام ورساله تهنئه من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للنادي الاهلي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري، وهي البطوله الاصعب في تاريخ النادي الاهلي في الحقيقه يعني. واكيد بنبارك لانفسنا مره ثانيه وثالثه وعشره كمان بالفوز بهذا اللقب، والكل طبعا جمهور النادي الاهلي.